لو الحكاية فيها إن فيتو هل هتقدم قدام الصحف بكل قضايا المسائل؟ أنا كنت سكرتير مجلس مناعة الجامعة اليابانية من يوم ما اتعلمت. أنا عارف مشكلة الدكتور حسام. الدكتور حسام معايا زوم، عمره ما كان مشغول في الشغل. روح روح ما جيناش كمان. انا بتعلم معلومه ليس دعوه بالامن خالص، ده قانون تعليم ولا علاقه له بالامن. الامن ده حاجه تانية، زي بالظبط تقولي مثلا في القانون مين هينظف دورات المياه. طب ما فيش امن تنزل يا ابني. لو حضرتك ما تنفذش القانون يبقى مفتوح ما تراه الدوله. يعني هو لما اتلغى حرس الجامعه ان احنا لا نثق في بعض بنفترض كل الناس حربية، وبالتالي كل قوانيننا معمولة بحيث امسك الحرب مش اكافئ كويس، وبالتالي كل اللي احنا بنعمله اصلح حسن نادير هيعمل بحث ويكتب احمد بدر معاه عشان صاحبه وده يعمل كل تفكيرنا كده. لكن احنا لازم نخرج من خارج تفكير ان الناس كلها حرامية وان الناس كلها ناس طبيعية، ونعمل قانون للناس الطبيعية. بس برضو في النهاية ما بيكون في حد كويس بيطفو فوق وبيبان يعني مع طب أنا عايز أناقش موضوع أنا شايفه مهم جدا، اللي هو حكاية مقابلة السيد رئيس الوزراء المكلف لأحد أصحاب الجامعات خشية أن يكون هذا مرشحا للتعليم العالي.